هل نريد نقابة مواجهة تتصدى لمن اعتدى على أموال المواطنين فبدد جنى عمرهم ونهب من هذه الأموال ما نهب دون أي حساب أو رقيب، وتسلط على الدولة بأبشع طريقة ممكنة إلى حد أوصل البلد إلى الإفلاس، فصار كل مواطن مشروع هجرة، وجعل من استقلالية القضاء مجرد شعار يخرق بشكل يومي وسافر، وهدد المحامين لثنيهم عن رسالتهم الأساسية ألا وهي الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات. أم نريد نقابة تنأى بنفسها عن كل هذه الأمور على أساس أن النقابة تكتفي بدورها الإداري البحت؟ زميلاتي زملائي، إن خياري كما خياركم هو خط الشجاعة في المواجهة.